هواها مصري على الراديو 90 90. لسه احمد خير مكمل معاكم في حال بلدنا، وزي ما كنت بكلم مع حضراتكم في المقدمه عن بروتوكول وقع ما بين وزاره الانتاج الحربي والهيئه العامه للرعايه الصحيه. هنعرف تفاصيل اكتر، بس عايز بس سريعا اوجه تحيه كده سريعه لزميلتنا العزيزه الاعلاميه ساره حازم، يمكن تسمعنا دلوقتي، من الاعلاميات المحترمات اللي بتمتع الصراحه بشغلها. ونروح بقى سريعا للاستاذ محمد بكر المتحدث الرسمي باسم وزاره الدوله الانتاج الحربي. يا استاذ محمد مساء الفل. مساء الفل يا صديقي العزيز، اخبارك ايه؟ طمني عليك. تمام بخير الحمد لله. بروتوكول مهم جدا، انا دايما اللي عارفه عن وزاره الانتاج الحربي ان كل فائض انتاجها بتروح مديال مشروع من مشروعات الدوله. اعتقد الحقيقة البروتوكول ده للحته دي، صح كده؟ مظبوط جدا. احنا زي ما حضرتك عارف احنا عندنا مركز نظم معلومات التابع لوزاره الانتاج الحربي. تمام. الحقيقه يعني بجانب مهامه لتوفير بنيه تكنولوجيه جيده والحقيقه فوق الممتازه كمان لمصانع الانتاج الحربي وتطوير الخدمات الالكترونيه اللي بتحصل من قبل الانتاج الحربي، بيساهم في عدد كبير جدا من يعني المشروعات القوميه المهمه، نظرا لان احنا شايفين التحول الرقمي طبعا اللي بيحصل بدعم او يعني القياده السياسيه. والحقيقه ان ده مجهود قام بيه يعني او قامت بيه وزاره الانتاج الحربي على مدار السنين اللي فاتت. صحيح. وفي يعني مجهود قوي وواضح وتسخير للامكانيات دي من قبل المهندس محمد احمد مرسي وزير الدوله للانتاج الحربي، يعني بالتكاتف ما بين وزاره الانتاج الحربي بكل اذرعها وجهات الدوله لتوفير يعني اليات جيده للتحول الرقمي. البروتوكول اللي حصل النهارده تم توقيعه من قبل المهندس محمد صلاح الدين نائب رئيس الهيئه القوميه للانتاج الحربي ودكتور احمد السكي رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه. الحقيقه البروتوكول ده بيخدم قطاع الصحه، وده مش اول تعاون ما بيننا وبين القطاع الصحي. الانتاج الحربي بيشارك في منظومه التامين الصحي الشامل بشكل كبير جدا، وشفنا ده في محافظة بورسعيد، وإن شاء الله صحيح عدد من المحافظات هيتم خلال الفترة الجاية. لا، واليد الكبيرة اللي اتمدت صراحة في جائحة كورونا كمان للرعاية الصحية كان ليكوا دور مهم جدا. يعني عايز أقول لحضرتك يمكن في بداية جائحة كورونا ثلاث مصانع اشتغلت من أو يعني وفرت خطوط إنتاج للعمل على الكمامات أو تصنيع الكمامات والكحول ومواد التعقيم والتطهير. احنا دلوقتي بنتكلم في ست مصانع بتسخر فائض انتاجها في خطوط انتاج بتعمل ده برضو علشان الموجة الثانية، وان احنا نوفر رعاية صحية ومواجهة للجائحة بشكل كبير. وخليني ارجع كمان للبروتوكول اللي تم النهاردة، ان البروتوكول ده يعني الاستفادة هتكون في التحول الرقمي زي ما قلت لحضرتك، تحديث التكنولوجيا الرقمية، زيادة تأمين البيئة المستضيفة، وده يعني حاجة صحية أكتر كده، اللي هو متابعة للأمور الصحية من قبل وزارة الصحة ويوفرها التكنولوجيا اللي بيقدمها مركز نظم المعلومات. انا استاذ محمد وانا بخش جوه البروتوكول لقيت لا ده مش تعاون بقى من بره او ان انا بسند، لا ده البنيه التحتيه التكنولوجيه اللي هتتعمل لهيئه الرعايه الصحيه اللي هتعملها وزاره الانتاج الحربي. مظبوط. يعني برضو اداء الخدمات الصحيه بمختلف المنشات هيتم تطويرها من قبل الانتاج الحربي بشكل كبير جدا. ركيزه اساسيه لضمان الموضوع ده، عايز اقول لحضرتك ان سياده الوزير بيتابع بشكل دؤوب جدا خطوات التنفيذ عقب البروتوكول، واول كلمه يمكن قالها بعد انتهاء التوقيع ان ضروري ان احنا نبدا في التنفيذ الفعلي، وان الخدمه يعني يلمسها المواطن ويلمسها المسؤول عن يعني توفير البيئه العمليه للبروتوكول ده على ارض الواقع. برضو من خلال متابعتي لشغل حضراتكم لقيتكم انتم شاركتوا في معرض مهم جدا الفتره اللي فاتت وهو جوجر جرين، هل ده ليه علاقه بالاقتصاد الاخضر عامه اللي العالم كله بيشتغل فيه، ولا ده دوره ايه؟ طبعا هو يعني احنا من ضمن المشاركين في المعرض اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتحه، معرض جو جرين لاحلال او يعني تحويل عدد من السيارات والمركبات الى العمل بالغاز الطبيعي. هي. احنا عندنا جزء كبير جدا من الموضوع، يمكن احنا
بنتخصص اكتر في المركبات الكبيره يعني الاتوبيسات وما شابه. صحيح. طبعا ده يعني اتجاه كبير جدا للدوله، سواء العمل عمل المركبات بالغاز الطبيعي او العمل بالكهرباء، واحنا لينا باع الحقيقه في الموضوع ده، بدايه من التعاون مع شركات عالميه في تحويل السيارات او تحويل المركبات وصناعه المركبات اللي تعمل بالكهرباء. واحنا عندنا اتوبيس بالفعل بيتم تجربته على الارض هنا في مصر، ما بين التحرير وعبد المنعم، من عبد المنعم رياض اسف، للتجمع الخامس. ناس كتير جدا بتركبه وناس كتير جدا عارفاه، ويمكن عملنا عنه تقارير وصورناه في رحلته بشكل كبير. بيكون في مهندس متخصص من مصنع 200 الحربي متمرن كويس جدا في شركه عالميه بيتم التعاون ما بينها وبين الانتاج الحربي، علشان نشوف الستيب او الخطوه الجديده للتعاون. هل الاتوبيس متماشي كليا مع الارض في مصر، محتاج بعض التعديلات وهكذا علشان يقدم الخدمه بشكل بلغتنا الاعلاميه يعني البث التجريبي بتاع الاتوبيس. البث التجريبي بالظبط كده. طيب انا المعرض ده من خلال متابعتي ليه لقيت استاذ محمد في شقين، في شق التصنيع من البدايه للتحول اللي هو سواء للغاز او للكهرباء، وفي احلال السيارات. هل وزاره الانتاج الحربي هتبقى معنيه بالاثنين؟ عندنا شق يعني الشقين الحقيقه ده توجه الدوله في ان يكون في تعاون ما بين كل الجهات التصنيعيه في مصر، سواء وزاره الانتاج الحربي بالتعاون مع الهيئه العربيه للتصنيع، وزاره التجاره مع قطاع الاعمال والقطاع الخاص بشكل كبير جدا. وده توجيه او توجه واضح جدا جدا للدوله والجهات التصنيعيه فيها، بان هي تشتغل على كل المحاور، علشان فكره توطين الصناعه هي الاهم. احنا خلاص عايزين او طلعنا بشكل كبير من فكره التجميع والاستيراد وما شابه. هايل. ان شاء الله يبقى فكره التوطين هي الاهم، لان ده المستقبل لينا. وان ويعني خليني اقول لك يا استاذ احمد، ان واحده من الحاجات اللي بشوفها كمتحدث رسمي لوزاره الانتاج الحربي، ان عدد كبير جدا من السفراء والشركات العالميه لما بتيجي تحضر اجتماعات هنا في الوزاره، هدفها وعينها على مصر ان هي تكون بوابه للتصنيع. هايل. ومش التصنيع بقى ان احنا لا نجيب المنتج ونقفله هنا، لا بالظبط، او حتى بيبقى بنسبه تصنيع قليله، كانت زمان توصل ل 10 20%. يعني توطين الصناعه في مصر مهم جدا، وعينهم ان احنا بوابه على افريقيا بشكل كبير. هايل. يعني هم شايفين ان مصر ممكن تبقى الهب بتاع وسائل النقل لافريقيا. متاكدين، هو مش متاكدين ده هايل، ده رائع. هو وعارف ان وزاره الانتاج الحربي تحديدا من الوزارات اللي بتشتغل بشكل منظم جدا وحاطه خطط واستراتيجيات. هل في مواعيد لده؟ يعني هل في مواعيد مثلا للبث التجريبي بتاع الاتوبيس ده، ان هو يزيد الخطوط بتاعته الفتره اللي جايه مثلا بوصول لاخر 2022 يكون في خطوط كتير؟ يعني عاملين حاجه جدول زمني لده؟ والله نتمنى، بس احنا في المقام الاول احنا جهه تصنيعيه، وفي جهات اخرى هي لو طلبت ده طبعا احنا هننفذ، يعني عندنا المساحه ان احنا ننفذ ده ان شاء الله، ده يكون حاصل بشكل كبير خلال الفتره الجايه. ان شاء الله. كل الشكر للصديق العزيز الاستاذ محمد بكره، المتحدث الرسمي باسم وزاره الانتاج الحربي. مجهود محترم جدا، وزي ما بدات الحلقه معاه ان هم بيشتغلوا دايما على ان هم يد واذرع بتسند وزارات كتير وقطاعات كتير. هنا في البروتوكول وانا بقراه الصراحه، لا هو داخل في الشكل التفصيلي اكتر للموضوع، يعني في الهيئه العامه للرعايه الصحيه هو داخل يعمل البنيه التحتيه كلها بتاعه التحول الرقمي لمنظومه صحيه بكل الوسائل بتاعتها المختلفه بقى. فعشان كده البروتوكول مهم جدا وكان لازم نستعرضه. مش قادر ما اشكرش طبعا معالي الوزير وزير الانتاج الحربي محمد احمد مرسي، لانه عمل حاجه مهمه جدا ناس كتير مش واخده بالها، هو كمل كل ما عمله طبعا المرحوم العزيز طبعا سياده اللواء محمد العصار. عارفين دايما الوزراء ما بتتغير، يروح جاي هادد وبادئ من اول وجديد، لا هو كمل الصراحه وطور واشتغل على كل المشاريع اللي كان شغال عليها اللواء العصار، وزود فيها وطور فيها، وده اللي بنتمناه دايما. وده الصراحه اللي باين في الحكومه الفتره اللي فاتت، مفيش حاجه اسمها وزير يمشي او وزير يجي او محافظ يمشي او محافظ يجي ونلاقي الدنيا بتتهد من اول وجديد ونبني، لا ده هو في خطه واستراتيجيه ماشيه عليها الدوله بينفذها افراد.
فالافراد دي بقى بتيجي لا تنفذ وتكمل، لا تجود بقى كمان وتزيد من المشروع. فده لازم احيي عليه صراحه مع الوزير محمد احمد مرسي وزير الدوله للانتاج الحربي. لسه مكملين مع حضراتكم، وهنروح لصندوق تحيا مصر نشوف ايه اللي بيحصل فيه، اخر جولاته وصلت لايه، اخر الدعم اللي بيتقدم المصريين لصندوق تحيا مصر وصل لايه بعد الفاصل. 1 9 9 ورقم الاس ام اس او تليفوناتنا على 2 18 10 8 66.